السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء سهيل تقارير متنوعة من ربوع اليمن تشاهدونها في هذه الحلقة والتي نبدأها بأبرز العناوين حضر موت حكاية أقدم مصور احترف التصوير بالمهجر أبيان هجمه مرتده للكوليرا وصحه مشلوله تعز ام تنتزع حلمها الجامعي برفقه ابنها شاب مقعد يتحدى اعاقته بامتهان السمكره وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد العم أحمد صالح دردم من أقدم المصورين والموثقين في حضر موت بعلاقة ممتدة ووثيقة مع الكاميرا ترجع إلى مطلع ستينيات القرن الماضي حكاية العم دردم مع الصورة والتصوير والعدسة بدأت منذ كان مغتربا في الكويت، التي وجد فيها فرصة لاقتحام هذا المجال والبدء بتصوير نفسه، ومن ثم الالتحاق بأحد المعاهد بالقاهرة، وأخذ هذا الفن على يد مختصيه وأربابه. للعم دردم أرشيفا تصويريا للمغتربين اليمنيين في الكويت، ولرواد ونجوم الرياضة اليمنية. كما عمل مصورا محترفا لجريده الملاعب الكويتيه. غير ان ازمه الخليج اضطرته للعوده ولكن بارشيف كبير وخبره وذاكره فنيه لا تضاهى. مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل حول العم دردم نتابع التقرير التالي. ينظر اليه كل اهالي مدينته كوالد للجميع فالكل يثق به وبامانته. خاصه مع مهنه كمهنه التصوير التي تتطلب قدرا كبيرا من الثقه والامانه انه العم احمد صالح دردم وبرغم تقدمه في السن الا انه لا زال المصور الاول في مدينته بل ويمكن اعتباره من الرعيل الاول في عالم التصوير في الساحل الحضرمي العم احمد يعني غني عن التعريف و يعني ويعتبر الاب الروحي لنا يعني عرفناه من عن نفسي انا من عام 2019 زاويت هذه المهنه وهو يعني بالنسبه لي يعتبر معلمي وأستادي ويعني ابي في جانب التصوير اي اي اي, أي شيء صعب في جانب التصوير ارجع له في اي وقت يا يعني ما قلبه مفتوح يعني يعني بشكل عام يعني ما في أي إزعاج أو ضج ضجة من يعني قصدي وهم الزبون عنده كثير يعني لكن يعطينا يعني قصدي مساحة من وقته استديو عدسة عم أحمد يعني ما شاء الله منذ يعني قصدي الآن ما شاء الله يعتبر يعني الكل يعني قصدي الصغير والكبير والنساء والرجال يعني الكل يتوافدون اليه يعني قصدي من ناحيه الامانه أمانة يعني في كل النواحي امانه من في مواعيده يعني يقول لك مثلا تعب بعد الساعة تي بعد الساعة جهزها الصور حقك أمانة في حفظ الصور يعني رغم النساء واللي تصوروا عنه ما في ولا يوم أنه شي صورة أو شي يعني أنا حق أي امرأة عدسة أحمد الرجل المخلص في البلاد ما منه مشا... مشاكل ولا منه أدية ولا منه شيء والناس يشلون صورهم على موعدهم توعدهم على... على الصور حقهم والله ملا... أي صور ملفات و... فهو موعده يشلوا ولا شيء منه أدية ولا شيء منه مشاكل يعني ما أبدأ حد منه أكثر من ثلاثين سنة هو في الغيل يشتغل المهنة هذه التصوير و... في زمن كان التصوير حكرا على جنسيات معينه معظمها اجنبي، بدأت علاقه العم احمد بالتصوير في ستينيات القرن الماضي تحديدا سنه 1961 عندما كان مغتربا في الكويت التي كانت حينها مركزا ناهضا ثقافيا وعروبيا. سافرت الكويت سنه 61 واشتغل في عده الشغلات، شي عوف شي مجتمع مش هيك مهم انه باخر شيء قلت بعد بتعلم التصوير عشان اقعد مصور ف واحد كويتي يدرس في الجامعه قال ندرس تصوير كماك بس برا فقال لي برسل لها بدل لك على محل يدرسون فيها التصوير برا في القاهره يعني مثلا دار التعليم العالمي للدراسة بالمراسل او شيء قلت يا اخي ما مش, عارف فأعطانا نشتغل ونروح يا ابني اكتب من من المعهد وصلنا عندهم طالب فاعطونا الكاميرا واشتغلت مش عارف كيف نشتغل وقعدت في البيت مش عارف كيف نشتغل يعني جبت اي هذا كل جديد من جديد لا جبت فلاش معي فلاشات ولا كاميرا بعد فاشتغلت في البيت, البيت صغير كده. بيت صغير كذا بيتنا نشتغل فيه مصور وبعدين قال احنا من خري برا خرينا هنا هنا نقولوا الحمد لله يعني بس هذا التصوير غايه قال الانسان لينقر افكار مرئيه التصوير غايه حقق الانسان ينقر افكار مرئيه طبعا نقول الحمد لله رب العالمين اللي اعطانا إنسان العلم وخلى توجه للشغلات هذه الصعبه هذا التصوير مش اي واحد يقعد مصور لان العلم هذا صعب كانت كانت شارو كيف كده واستطاع ان يطور من نفسه عن طريق التعلم من اولئك المحترفين ثم بمراسله احدى المعاهد في جامعه القاهره يمتلك العم أحمد أرشيفا تصويريا رائعا لحياة المغتربين في الكويت وللمجتمع الحضرمي، مصورا لاتحاد شباب اليمن في الكويت وللرياضيين اليمنيين بشكل عام، وكان مصورا محترفا لجريدة الملاعب الكويتية، وبعد نكبة الخليج عاد وافتتح له استوديو يمارس فيه فنه ويخدم به أهله. ومع التطور الهائل اليوم في عالم التصوير الا ان العلاقه بين المصور وكاميرته ستظل هي نفسها وستظل الصوره هي كتاب تاريخ مختزل في قصاصه ورق وسيظل المصور دوما فنانا يعمل بروح مؤرخ محمد عبد الله شاب مقعد لم تثنه إعاقته عن مواجهة تعقيدات الحياة والانتصار على معوقاتها والتزاماتها وصعوباتها عبد الله الذي تمكن من اكتساب مهنة سمكرة السيارات مبكرا بكل مهارة وفن يجد نفسه في هذه المهنة التي تبدو شاقة نظرا لظروفه وغير ميسرة لكثير من الأصحاء في إحدى الورش بمأرب يعمل كفني سيارات ويحلم بان يحقق حلمه في انشاء مشروع خاص به بعد ان ظل لسنوات يكابد العمل ويتنقل بكل صعوبه من سياره الى اخرى. مشاهدينا للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبد الله طربوش. بعزيمه واراده تقهران المعوقات والاعاقه استطاع محمد عبد الله إتقان مهنته سمكرة المركبات التي توارثها وتعلمها منذ صغره ينحدر محمد من محافظة تعز ورغم أنه يمشي حبوا جراء كسر في عموده الفقري الذي تسبب له في إعاقة مستدامة إلا أنه مستمر في عمله بكل سهولة وإتقان وتفاني اسمي محمد حسن أحمد عبد الله من أبناء محافظة تعز أعمل في ورشة سمكرة منذ الصغر وهذه المهنة تلازمنا ومتمكنين فيها وأثناء إحدى الخرجات إلى فكفكة هنجر قدر الله علينا بسقوط الهنجر مما ادى الى كسور في العمود الفقري وادى الى كما ترى اعاقه سفليه مستدامه. في هذه الورشه يعمل محمد ويحلم بان يكون لديه ورشه خاصه لان العمل مع الاخرين يعد مرهقا وغير مجد كما يقول. هذه الورشه تابعه لزكريا لطف السراري وانا اعمل فيها. وأتمنى أن يكون لدي ورشة مستقلة وأحتاج أحتاج إلى توفير عدة كي أتمكن من أكبر معاناة أن تكون عامل لدى شخص، بغير أن يكون لديك ورشة مستقلة تديرها أنت وتصرف على نفسك وعلى أسرتك والورشة تحتاج إلى توفير عدة بمبلغ بسيط لا يتجاوز عشر ألف ريال سعودي. معوقات أخرى تواجه هذا الشاب. خلال قيامه بعمله اليومي. من بينها عدم توفر كرسي كهربائي متحرك من اجل ان تسهل عليه معاناه التنقل بين السيارات وغيرها من الصعوبات المتعلقه بتنقلاته من منزله الى عمله والعكس. المعاناه كما ترى التنقل بين السيارات والذهاب الى البيت حيث لا استطيع الوصول الى البيت بشكل يومي وانما بشكل متقطع براس الاسبوع يوم او يومين. رغم أن الأسرة ال... رغم أن أسرتي هنا لا يعد بيني وبينهم سوى كيلومتر واحد ولكن صعوبة التنقل هي من أجبرتني على المكوث هنا وعدم التنقل إلى البيت إلا مرة في الأسبوع ظروف الحياة القاسية هي من اضطرت هذا الشاب المكافح والصلب على العمل في سن مبكر حيث ظل يكافح ويعمل حتى أتقن هذه المهنة مبكراً ظروف الحياة والمعيشة في الصغر والفقر اضطرنا إلى العمل في سن مبكر في سن الـ 11 سنة وظلت أتعب وأكافح حتى تعلمت وأتقنت في مهنتي والآن الحمد لله كما ترى أستطيع العمل لدى أي ورشة كوني صاحب مهنة ولو تيسرت لي المبالغ والدعم لا أستطيع التنقل من حرفة إلى أخرى كوني هذه كون هذه حرفتي منذ الصغر وأنا تعبت وكافحت عليها حتى تعلمت فإذا حصلت على المبلغ لتوفير العدة لن, أستط... لن أفتح إلا ورشة كون هذه مهنتي وعن نظرة الناس والمجتمع إليه كشاب من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يقول محمد إن الناس تنظر إليه كشخص سليم وهو ما شجعه على المواصلة والاستمرار في عمله والله تعامل الناس يتعاملوا كشخص سليم لا يتعامل كمعاق يتعامل معك كشخص سليم لا توجد حالة استعطافية أو نظرا للحالة التي نحن فيها العزائم الكبيرة والفتية لا تعوقها أي إعاقة أو تقاعس كمثل محمد الشاب المتقد كفاحا وعزيمة الذي قهر الحياة وظروف إعاقته معا وأثبت جدارته في ميدان العمل وبدأ يحدث نفسه عن حلمه وكيف يمكن الوصول إليه واحتضانه محافظة ابيان يواجه القطاع الصحي تحديا كبيرا بعد عوده انتشار وباء الكوليرا مجددا وتسجيل عشرات الاصابات والوفيات بالوباء توقف مراكز العزل في مديريات ابيان واعتماد المحافظه على مركز عزل الوحيد في مركز المحافظه فاقم من الامر القائم لدى المواطنين والسلطات الصحيه مسافات طويلة يقطعها السكان للوصول الى المركز، خصوصا القادمين من المديريات الاخرى والبعيدة. وهو ما يعني ان المركز سيعمل فوق حدود قدراته وامكاناته المتاحة. مشاهدينا للمزيد نتابع تقرير عبير علي. لم يمض سوى شهرين على انتهاء الجائحة الوبائية الأخيرة في محافظة أبيان حتى عادت بالظهور مجددا في عدد من المديريات ليصل عدد المرضى الوافدين إلى مركز العزل الصحي في مديرية زنجبار خلال أقل من أسبوع إلى أكثر من ستين حالة مرضية المحجر زنجبار هذا المحجر اللي استقبل حالات كثيره خلال الفتره هذه يعني خلال الأربع ايام الماضيه وصلت الى اكثر من ستين حاله من ضمنها اسره متكامله من مدينه احور يعني آه هذا يدل ان ان الوباء بتفشي وانه يجب الاستعداد له ومحاربته حتى وان توقف فتره بسيطه آه لابد ما بيعاود يعني وبكون عودته بقوه اطالب المنظمات الداعمه فانت تولي قلة لهذا المحجر من خلال توفير المحاليل الوريديه من خلال توفير الادويه من خلال توفير حوافز الكادر الطبي حتى نقدر نعمل لابناء هذه المنطقه ونقدم لهم الخدمه الذي تشفي من كان مريض عندنا في هذا المحجر بحسب الفرق الطبية العاملة في المركز العلاجي فإن الخطر بدا مضاعفا بعد تسجيل حالة وفاة لطفلة تم استقبالها في وضع صحي حرج فشلت جميع المحاولات الطبية في إنقاذها نظرا لعدم توفر المستلزمات العلاجية الضرورية بشكل كاف رغم ضعف الإمكانيات وضعف الأدوية لأن لا توجد لدي أدوية إلا بسيطة رغم ان الناس حالتها تعبانه وهذا الوباء مميت نواجه ان نطلب من السلطه المحليه في المحافظه في المديريه في الوزاره ان تنظر لهذا المركز رغم ان المراكز الباقيه مثل جعار اللي في موجود في الكود مغلق صعوبة توفير الادوية في المرفق الصحي جعل المواطنون يلجؤون الى شرائها بسعر تجاري، ما تسبب في مضاعفة معاناتهم مع المرض، خصوصا المقيمين في مناطق بعيدة، تماما كما هو الحال مع القادمين من مديرية احور، واضطرارهم لدفع مبالغ مرتفعة تفوق امكانياتهم مقابل اسعاف مرضاهم الى المركز المختص بعلاج المصابين بالكوليرا. انا جيت ب ألف من داخل احور. والآن برجع ب ألف لبا يعني مركز عندنا في حور للأدوية هذا المرض هذا هذا مرض خطير. ما قدر الناس تعبانة ظروفها صعبة. رغم شحة الإمكانيات الموجودة من أدوية وملتزمات أخرى أيضا يحتاجها هذا المركز. ونناشد كل من لديه ضمير و ضمير جدا مثل المحافظ وغيرهم والمسؤولين مثل الوزارة وزير الصحة على النظر لهذا المركز لأنه يقدم خدمات جدا ومع طاقمه الطبي تفشي الوباء وارتفاع عدد المصابين به خلال أقل من أسبوع جاء بالتزامن مع إغلاق مراكز العزل الصحي في عموم المديريات وبقاء المركز العلاجي الوحيد في مدينة زنجبار الأمر الذي زاد من قلق مكتب الصحة في المديرية ومطالبته بسرعة رفض المرفق الصحي بالأدوية والمحاليل الضرورية لبرنامج أضواء سهيل عبير علي محافظة أبين منى الشميري أم في منتصف عقدها الرابع قررت أن ترافق ابنها شادي إلى قاعات الجامعة والالتحاق معه بذات التخصص حتى اكتمال الحلم والمشوار الشميري التي استطاعت التوفيق بين متطلبات الحياه الاسريه كربه بيت ومتطلبات الحياه الجامعيه بعد ان تمكنت من تحقيق حلم قديم متعثر ولكن برفقه نجلها شادي هذه المره وبعد رحله عمرها اربعه اعوام بما فيها من تحديات وصعوبات وامال والام استطاعت الشميري برفقه نجلها التخرج والحصول على البكالوريوس في طب الاسنان من احدى الجامعات الخاصه في تعز. مشاهدينا للمزيد حول قصه منى الشميري نتابع تقرير احمد مكيبر. في انجاز فريد يعكس معاني العطاء والتضحيه. لم تكن منى الشميري مجرد ام داعمه بل رافقت ابنها شادي في رحله التعليم منذ المرحله الثانويه حتى تخرجهما سويا من الجامعه. تزوجت بالثانويه والحمد لله ربي وفقني بالاولاد ووقف دراسه طبعا اتفقت وزوجين من بدايه يعني من بدايه ما خلفنا اذا اراد الله ان شاء الله وربي طولنا بالعمر بدرس انا وابني الكبير شادي ان شاء الله. والحمد لله ربي وفقنا والاب الكبير ودرس ودخلنا الثانويه ودخلنا الجامعه والحمد لله كملنا طب الاسنان وتخرجنا والحمد لله اصرار وتفان ابدته منى وابنها شادي طوال مسيرتهما التعليميه تكللا انجازا جامعيا حمل رساله قويه ومعبره حول اهميه المضي في تحقيق الاهداف والدعم الاسري للوصول الى ذلك معاناتي كانت داخل البيت بتقسيم الوقت بس ما بين بيتي، أولادي، زوجي، مذاكرتي، الحمد لله توفقت، توفق من رب العالمين أن أقدم آه، هذا يوم عظيم آه، بأني أنا زوجتي وابني أطفاء آه، وحلم جميل تحقق إن شاء الله بالرغم من كل الصعوبات التي واجهناها ولكن الحمد لله اجتزناها بنجاح. وكلفتة تقديرية بادر رئيس جامعة العطاء بتسليم كرسي الأسنان للأم وابنها كهدية من الجامعة. تقديرا لهذه القصه المشرقه وتشجيعا للطلاب على المثابره والاجتهاد. نحن في الجامعه طبعا نحن قدرنا هذا الموقف ان يشترك الـ الـ الابن او تشترك الـ الام مع ابنها فكانت مبادره الجامعه ان اعطت لهذين الطالبين اعطتهما كرسي اسنان كرسي حديثه دعما وتشجيعا لهذه الاسره وهو اعتبر ليست هديه انما اعطيناهما مشروعا ليفك مشروعهما الخاص في المجتمع وينطلق نحو اللالالال... نحو الافضل ونحو اللالال... خدمه المجتمع ايضا. حكايه الشاميري وابنها ليست مجرد حكايه او قصه عابره بل قصه نجاح والهام نسجت بعنايه واصبحت مضرب مثل على العزيمه وقهر المستحيلات في زمن الحرب. كيبر لاضواء سهيل تعز النحت على الخشب يمثل فنا قائما بذاته ومهنه قديمه متوارثه في وادي حضرموت حتى اليوم برغم كل التحديات الراهنه في الفتره الاخيره تواجه هذه المهنه الهندسيه الجميله مخاطر الانقراض بعد تلاشي الاقبال عليها في ظل المتغيرات والصعوبات الطارئه وفي مثل هكذا عزوف وضعف إقبال على المهنة تحضر مبادرات وتوجهات إحيائية تحاول العودة بالحرفة العتيقة إلى الواجهة، وتشجيع جيل الشباب على مزيد من الانخراط فيها. مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير فهمي بارامادا. بشغف كبير يحرص هؤلاء الشباب على تعلم مهاره النحت على الخشب كمهنه امتهنها اجدادهم منذ القدم وعبر ادوات بسيطه ينحت هؤلاء الشباب والمقبلون على تعلم هذه الحرفه عبر واجهه الخشب كفن متوارث يعكس نمطا فنيا رفيعا وهويه ثقافيه متاصله الدافع الحب والشغف الى هذه المهنه كونها مهنه اجدادي فانا دخلت الى هذه الدوره لكي اطور من قدراتي ومهاراتي المهنيه في التشكيلات التراثيه القديمه المزخرفه منهن التشكيلات الهندسيه وتشكيلات النباتي وعلى الرغم من انتشار البدائل الحديثه والالات المتطوره إلا أن النحت اليدوي على الخشب ظل لسنوات طويلة يمثل إرثاً ثميناً يربط الأجيال ببعضها من خلال رسم ونحت تفاصيل دقيقة وقصص وأشكال مستوحاة كفن وتقليد قديم يرجع تاريخها إلى مئات السنين ومع مرور الزمن بدأت مهنة النحت تتلاشى وتتراجع شيئاً فشيئاً لأكثر من عامل وسبب كما يفيد الحرفيون دربناهم على فن النحت والتشكيل بالطرق الحديثة واستخدمنا فيها الأشكال الهندسية والأشكال النباتية كبداية نوع الخشب اللي استخدمناه هو خشب الإثل له ميزة خاصة وهو لين نستخدم هذه الأشياء كزينة وكتحفة تباع في الأسواق المحلية والخارجية مهنة النحت ليست كغيرها من المهن اليدوية والحرفية فهي تحتاج لصبر وتفان وهي ليست مجرد عمل لكسب الرزق بل عشق يرافق الحرفي طوال حياته نسعى في هذا البرنامج لتمكين الشباب وحفاظا على هذه المهنة الأصيلة الحضرمية التي لم نكن نراها ونتمنى الاستمرار لهذه الفنون الحضرمية الأصيلة واستمرارها مهنة باتت اليوم تواجه تحديا متصاعدا، اذ بات من الصعب استقطاب جيل اليوم وجذبه الى هذه المهنة التي ظل الاجداد والاباء يتوارثونها بكل شغف وجدية واخلاص. فهمي برماده، قناه سهيل، وادي حضرموت. الصحة النفسية في اليمن معركة صامتة. ومعضله قائمه تتسع وتتمدد مع استمرار سنوات الحرب، وكذلك موجات النزوح، وحياه وظروف التشرد، والعيش في البيئات الاكثر قساوه وتعقيدا. وبرغم تفاقم الاحتياج الى خوض معركه الصحه النفسيه، والوقوف على تداعياتها والحد من اثارها، الا ان ذلك يبدو خارج الحسبان وبعيد المنال. في مأرب المحافظة التي تضم تجمعات النزوح الأكبر. أعلن عن تخرج الدفعة الأولى من الأخصائيات النفسيات كأولى المحاولات لسد فجوة الحرب الصامتة والهوة السحيقة. مشاهدينا فلنتابع سويا تقرير حفظ الله الحصماني. قد تضع الحرب أوزارها وتنتهي بعض آثارها، لكن ثمة معضلات وتداعيات فادحة. لن تنتهي أو يتغلب عليها بسهولة. الإرتدادات والتداعيات النفسية هي أسوأ ما يمكن أن تخلفها الحروب والأزمات وتتركها تنهش وتنال من الصحة النفسية للناس في البلدان المحتربة. وفي هذا السياق عادة ما ينتبه لهذا الخطر مبكرا ويسود توجه عام وإقبال على الالتحاق بدورات ومعاهد الدعم النفسي وتشجيع الفتيات والنساء على الانخراط في هذا الجانب وسد احتياجات الفجوه القائمه اقامه مثل هذه البرامج وتاهيل المرشدات النفسيات حتى يعني نغطي ولو الجزء البسيط من احتياج المجتمع خاصه في ظل الاوضاع التي تمر فيها البلاد ما بين حرب ونزوح وتدهور ويعني المراه قد تجد نفسها ما بين يعني أم ثكلة أو زوجة أرملة فيسبب لها هذا الضغط ويعني تريد هذا الجانب وكبادرة تستحق الإشادة وتسليط الضوء عليها الإعلان عن تخرج نحو عشرين فتاة وحصولهن على دبلوم في الدعم النفسي دبلوم استمر لعامين بمعدل مئتي ساعة تلقين خلالها مهارات وأولويات الدعم النفسي تخلل ذلك دراسات ميدانية وبحثية عن نازحات في المخيمات وقعن ضحايا للضغوط النفسية بدأنا بإعداد المادة التدريبية والبرنامج مدته طبعاً 200 ساعة تطبيقية ونظرية هو استمر كمرحلة أولى أو الدفعة الأولى هذه استمرت معنا عامين لأنه ما وجدنا أخصائيين في محافظة مأرب يعني عانينا من هذا الجانب انه ما فيش اخصائيين لذلك اتجهنا الى ان نبحث عن مدربين في المحافظات الاخرى من صنعاء من الخارج يعني حتى حتى نؤهل كادر متميز في هذا الجانب ايضا لدينا الدبلوم باذن الله تعالى حينطلق الان اللي هو دبلوم الارشاد الاسري والاجتماعي نركز عليه وبحسب الدراسات الميدانية فإن الحرب والتهجير والوضع المعيشي ورداءة المأوى مثلت ابرز عوامل الضغوط النفسيه وما يترتب عليها من انعكاسات وخيمه طالت الفئه الاضعف والاكثر وقوعا في هذه الدائره ومن واقع الدراسه المسحيه فان هؤلاء المرشدات وامثالهن مجتمعات واكثر لن يستطعن التعامل مع هذا الواقع الكئيب او تغييره نحو الافضل وهو ما يعني ان التعامل مع التحدي الراهن كخطر ماثل اولويه قصوى في اجنده المعنيين والمهتمين على السواء اكثر الشرائح عرضه للضغوط النفسيه واثار الحروب وتحمل المسؤوليه في ظل الاوضاع التي نعيشها هي المراه وشريحه النساء ولذا كان مهم جدا برنامج الضغوط النفسيه للنساء لكي تتعرف كيف تتعامل مع هذه الضغوط ومن اهم الاسباب التي زادت الثقل والضغوط النفسيه على المرأة في وضعنا الحالي الحروب معنا النزوح معنا فقدان الماوى فقدان المعيل معنا وجود قرحة ووجود تدهور معيشي واقتصادي أوضاع قاسية مما زاد العبء على المرأة تفي بهذا لأنه مجال مهم كما علمنا في حياتنا وحياة المجتمع وفي جميع النواحي وحتى في المؤسسات في الوظائف في المنظمات في الوزارات يحتاج اليه الارشاد النفسي يحتاج اليه في كل ويعني مجالات حياتنا فلا بد لنا ان نهتم به واتمنى ان يهتموا بنا في يعني يعني استغلال تعلمنا وتخرجنا في اماكن نفيدهم فيها ونفيد انفسنا. الضغوط النفسيه لا تستثني احدا ولا تستهدف فئه بعينها، الامر الذي يتوجب على الجهات الرسميه والمنظمات المهتمه بتدريب واعداد اكبر قدر من المرشدين والمرشدات نفسيا وخلق مجتمع قادر على التعافي وتجاوز ارهاصات وتداعيات الحرب والنزوح. فاصل ونتابع بعده. الثوره الاكتوبريه قبل القذيفه كانت الاغنيه. وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد تفاعل صحفيون يمنيون مع هاشتاغ أكتوبر فجر الحرية احتفاء بذكرى بالذكرى الحادية والستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وبهذا الصدد تفاعل سفير اليمن في اليونسكو الدكتور محمد جميح قائلاً الايام الوطنيه في اليمن هي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر وثلاثين نوفمبر واثنين وعشرين مايو اسقط اليمنيون في سبتمبر ابشع حكم كهنوتي في شمال البلاد وفي اكتوبر ونوفمبر ثاروا ضد الاحتلال البريطاني وطردوه من الجنوب وكانت ثمرة تلك الأيام ميلاد اليمن الموحد صباح الثاني والعشرين من مايو ألف من جهته قال الدكتور أحمد حالة استطاع الثوار بإمكاناتهم المحدودة وبرغم تآمر الداخل والخارج أن يتغلبوا على الاحتلال والرجعية هذا هو تاريخ الثورة اليمنية يجب أن لا تنساه الأجيال لتاخذ منه العبره في مواجهه اخطار اليوم اما القاضي احمد عطيه فغرد بقوله في يوم الرابع عشر من اكتوبر هبت رجالات جنوبنا الغالي لدحر المستعمر البريطاني وسكبوا الدماء في سبيل التحرير حتى تكللت تضحياتهم بالنصر في يوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر سبعه وستين ميلاديه الرحمة للشهداء الابرار والخلود للثورة المباركة. في السنوات الاخيرة ومع عودة زخم الاعياد الوطنية الى الواجهة اصبحت الرياضة بمختلف انواعها فعاليات ومناشط ودوريات تحضر على هامش هذه الاعياد وبين جنباتها. وفي هذا السياق حظيت اعياد هذا العام بعدد من البطولات الرياضيه أحيتها ونظمتها مبادرات شبابيه لتعزيز روح الولاء والانتماء في النشأ والجيل الصاعد. مأرب كمدينه كانت ساحه ومنطلق لتدشين العديد من الفعاليات الرياضيه والتي بدت اشبه بمهرجان احتفائي ورياضي معا. مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبد الرحمن المجمر. ذكرى أعياد الثورة اليمنية تعد مناسبة مهمة تعكس تاريخ البلاد وتطلعات اليمنيين وتوقهم للانخراط في حياة عصرية حافلة بالمناشط الثقافية والفنية والرياضية. ومع مرور السنوات أصبحت هذه الذكرى فرصة لإقامة الأنشطة الرياضية التي تعزز من روح الوحده والتعاون والانتماء بين شباب الوطن حيث يتم تنظيم فعاليات رياضيه متنوعه مما يسهم في تعزيز الروح الرياضيه والوطنيه <applause> تتضمن الأنشطة الرياضية التي تقام بمناسبة أعياد الثورة تنظيم بطولات في كرة القدم للبراعم والناشئين وكذلك الكبار من أجل تعزيز قيم الرياضة مثل التعاون والاحترام والانضباط وهذا ما قامت به مبادرة التنمية الشبابية في محافظة مأرب بسم الله الرحمن الرحيم آه نحن اليوم في مبادرة التنمية الشبابية نختتم دوري 26 سبتمبر لفئة الناشئين وفئه البراعم الذي يقيم على مدار شهر كامل في اطار حي الشركه في ظل احتفالات بلادنا بالاعياد الوطنيه حيث اصبحت الاعياد الوطنيه ملاذا للفرحه وملاذا للتعبير على حب الوطن وحب الثوره وحب الوحده كذلك نحن اليوم في احتفالية كبيره تخص الرياضيين من فئه الناشئين ومن فئه البراعم وكلهم يقولون باسم اليمن بالروح بالدم نفدي ك ويهتفون تحيا الجمهورية اليمنية لأن أعيادنا الوطنية أصبحت هي أعياد الفرحة والأعياد التي يعبر عنها الشباب بكل ما يستطيعون من حب لهذا الوطن. وبكل تأكيد فإن ذكرى أعياد الثورة اليمنية لم تعد مجرد احتفالات تقليدية بل أصبحت منصة لإبراز المواهب الرياضية وتعزيز الروح الوطنية من خلال الأنشطة الرياضية وتمكين الشباب من التعبير عن ولائهم لوطنهم والمساهمة في بناء مجتمع صحي ونشيط. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم تزامنًا مع احتفالات شعبنا بعيد الثورة سبتمبر وأكتوبر آه والثلاثين من نوفمبر أصبح الشباب يمارسون الرياضة وفي محافظة مأرب أصبحت لهم ملوى وملجأ ومتنفس فاصل الشباب في هذه المحافظة ابتهاجا بإعادة الثورة الوطنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر حراك رياضي يزداد زخما مع حلول المناسبات الوطنية الأمر الذي يعكس الأمل في مستقبل أفضل ويجعل من الرياضة وسيلة للتواصل والتفاعل بين مختلف فئات المجتمع <applause> منحنى جديد من تدهور الوضع المعيشي وتأزم الظروف الاقتصادية جراء استمرار عداد العملة المحلية بالتراجع يوما بعد آخر ملقيا بتبعاته على مختلف المناحي الحياتية واقع عزز من تنامي هواجس الإحباط والحيرة لدى قطاع واسع من المواطنين ومعه بدت مطالب الناس ترتفع ويتصاعد سخطها من تخييم التضخم وتراجع القيمة الشرائية بشكل مضطرد. تحدي معيشي فرضته الظروف القائمة والمتداخلة. ووضعت المعنيين على المحك، مجدداً كما يقول المواطنون ويتوقعون التدخل وإيجاد المعالجات الكفيلة واللازمة. مشاهدي الكرام للمزيد نتابع تقرير هادي الحربي. منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات يستمر الريال اليمني في التراجع امام العملات الاجنبيه الا ان الازمه اصبحت اليوم اكثر تعقيدا وتاثيرا على حياه الناس على كل الصعد والمستويات وفي هذا السياق يشكو المواطن عبد الكريم علي من ذوبان الراتب وتلاشيه بين يديه والذي لا يعادل 100 ريال سعودي في مقابل عجزه عن توفير المتطلبات الأسرية كما هو حال معظم السكان جراء تهاوي العملة وارتفاع أسعار السلع بشكل مضطرد وغير متوقف كان راتب الموظف أو راتب الشخص يعني يعادل اليوم كم يعادل 100 ريال سعودي ما يصلح له إذا كان الكيس الطحين في 41 ألف ألف يعني الوضع مخيف ونناشد اهل الشان والمجلس الرئاسي الى النظر في هذا الحل ونظر عاجل الوضع ما يتحمل اكثر من ذلك ابراهيم الشامي احد السكان الذين افزعهم الواقع المعيشي وتدهور العمله المستمره خرج بذاته ليتأكد من وقع السوق وأسعار السلع الأساسية قائلا حاولنا أن نتسوق في هذا السوق ذا بعدين شفنا أن الأسعار غالية بشكل ما يتصور يعني كل يوم والأسعار تزيد أسعار جنونية يعني حاولنا نشوف كل المنتجات وأنها كلها يعني في زيادة كلما ارتفع على سعر الصرف كلما ارتفعت المنتجات وهذا يحمل يحمل او يحمل المواطن البسيط ومن الدرجه المتوسطه يعني ما يعني يخرجوه ما يقدروا يشتروا ولا اي حاجه من هذه المنتجات. وبين هذا وذاك يعزو البعض التدهور القائم على وضع الحرب وعدم الاستقرار اضافه الى استيراد كثير من المواد الاساسيه التي بدورها القت بظلالها على تراجع العمله. المحلية أسألنا أنهم يتقوا الله في الشعب يتقوا الله في الشعب والشعب غلبان ومغلوب على أمره والحكومة هي المسؤولة الأول والأخير المفترض منهم أنهم يحركوا البنوك البنك المركزي التصدير معانا ثروة سمكية معانا ثروة يعني بلادنا غنية ولكن شعب فقير للأسف والسبب الحكومة فنرجو منهم أنهم يتقوا الله أولا في أنفسهم وفي الشعب وبرغم محاولات بعض التجار خفض الاسعار الا ان معظم السلع لا تزال بعيده عن متناول يد المواطن العادي الذي يبحث عن حلول بديله في ظل غياب اي اجراءات حكوميه فعاله للحد من التضخم وفي ظل استمرار انهيار الريال اليمني وارتفاع الاسعار الجنونيه يجد المواطن البسيط نفسه عاجزا امام هذه الازمات المتتابعه منتظرا حلولا قد تاتي قريبا او لا تاتي لبرنامج اضواء سهيل هادي الحربي. الدواء سلاح ذو حدين، قد يشفي صاحبه او يجلب له المرض والضرر وفقا لنجاعه ودقه الاستخدام او عشوائيته وسوء استخدامه. ومع كونها أدوية وعقاقير إلا أنها قد تتحول إلى علل وأمراض وآثار جانبية تتسبب في تدمير الصحة والإجهاز عليها على المدى البعيد. والآثار الجانبية للأدوية مشاهدينا الكرام تحدث عند تناول مكملات غذائية ولها أيضا آثارها الهضمية والجلدية والعصبية. مشاهدي الكرام فلنتابع سويا فقره وعي بعض المرضى يتعرضون لاخطاء خطيره وذلك لاسباب من مرتبطه بالتشخيص الخاطئ او تعاطي ادويه جانبيه اعراض متعدده وجانبيه تتسبب بها الادويه الخاطئه وغير الدقيقه ومنها الغثيان والدوخة وحساسية الجلد وألم الرأس ومشاكل الجهاز الهضمي ومضاعفات أخرى نود ننصح أخواننا وأبائنا وأخواتنا في بعض الأدوية التي تستخدم عشوائي مثل مثلا واحد مثلا مثل الفلتارين الذي يستخدم عشوائيا في كثير من بعض الناس يستخدمه من صيدلية بدون أي وصفة طبية فهذا يكون خطير جدا تؤدي إلى أعراض جانبية وآثار جانبية كثيرة منها تقرحات المعدة منها تسرع ضربات القلب منها يجي إلى في الأمعاء الغليظة والدقيقة ومنها بعض الأدوية العشوائية اللي يستخدم من الصيدليات مثلا يصرف لك الترامادول عام وهذا الضرب يكون خطأ منها آثار جانبية تؤدي إلى رعشان زيادة وزيادة ضربات القلب وطرش متكرر وفي بعض الأدوية المضادة الحيوية مثلا مثل مضاد الحيوي البنزات البنسلين يشوف عنده قال عندي روماتيز ويقوم ياخذ له علاج مضاد حيوي يقول لك حق الروماتيز البنزات البنسلين وهذا هي من أخطر العلاجات بالذات لما يضربها الإنسان بدون تجربة حساسية على طول تؤدي إلى الوفاة ضروري يكون في تجربة حساسية وتحت إشراف طبيب ولا في يحصل إلى الوفاة والى جانب المضاعفات السابقه فان الاعراض الجانبيه للاستخدام السيء للادويه قد تؤدي الى ضرر دائم في احد اعضاء الجسم وبعضها قد تقود الى الوفاه اذا لم تتخذ الاجراءات اللازمه. وليس المرضى وحدهم من يتعرضون لمثل هذه الحالات بل اكثر الاثار الجانبيه تحدث نتيجه تناول الاصحاء ادويه يرغبون من خلالها في احداث تغيير في اشكالهم واوزانهم. اقدم النصائح اولا لاخواننا المواطنين انه لا ياخذ اي علاج عشوائي من اي صيدليه الا بوصفه طبيه وننصح الاطباء الا يصرفوا الا ادويه لها من شركه معتمده وليس يستخدموا بالادويه المهربه وننصح بالحكومه حقنا بتشديد المراقبه على بعض المستشفيات وعلى بعض الاطباء وكثير من الصيدليات اللي يصرفون الادويه المجانيه. وصحيا فان استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية والحقن والمراهم والدهون استخداما عشوائيا قد يرتد عكسيا ويخلف مضاعفات لا يحمد عقباها ومن هنا فاستخدام الادوية والعقاقير حسب ارشادات الاطباء هو الاسلوب الامثل لتجنب الكثير من الامراض والاثار الجانبية. ككل الثورات تحتفظ ثورة الرابع عشر من اكتوبر بذاكره فنيه عتيده رافقتها منذ ما قبل اندلاعها وحتى بعيد الاستقلال والتحرر عشرات الاغاني التي ساغ كلماتها واتقن لحنها واجاد تاديتها شعراء وملحنون وفنانون كانوا في صدر الفعل التحرري وصداره الحراك الثوري اليوم وبعد عقود على الثوره تحضر هذه الأغاني وروادها لتخلد تلك المرحلة التحررية والتي كانت حافلة كفاحيا وفنيا في آن مشاهدي الكرام للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي قبل ان تكون الثورات التحرريه والمصيريه واقعا وفعلا مجترحا كانت انينا يغلي في الصدور واغنيات تصدح بها الحناجر وترددها الشفاه المتوثبه للنزال والكفاح وقبل ان تكون ملء الارياف والبنادر والجبال والقمم والسهول والوديان كانت الثوره جبلا كردفان وشراره متطايره من اعالي القمم الشماء خلدتها وقدحت شررها اغنية وقصيدة ولحن ونغم. وعلى هذا المنوال بدت ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة اغاني كفاحية مهدت للثورة وبشرت بها ورافقتها مخاضا وميلادا واحتفت وزغردت بها انتصارا وعيدا ناجزا متجددا. وقبيل اعلان ثورة الذئاب الحمر بسنوات كان الفنان والملحن العدني اسكندر ثابت يغني ألف للدولة وللعسكر وللشجعان في الشعاب والبندر على صوت العرب قاموا من أجل يا شعب الجنوب النصر يهنا لك وكان المرشد يغني ويمجد ويهتف لردفان على طريقته ردفان في فم كل ثائر الأسفان في فم كل ثائر ومن روح القبائل والعشائر هنا رتفان في فم كل ثائر هنا رتفان في فم كل ثائر ومن روح القبائل والعشائر هنا صنع العتيده هنا عدن المجيده هنا صنع العتيده هنا عدن المجيده هنا صنع العتيده أما الفنانة المصرية فايدة كامل فقد انبرت تغني من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان الصنباطي. <applause> لما تعاون الكبير محمد سعد عبد الله مع المرشدي الفن الفنار وغير بعيد جاءت اغنيه الفتح والظفر والعيد التي صاغ كلمتها الغنائي الكبير عبد الكريم ولحنها وادى ابياتها نشيدا للخلود الفنان يوسف احمد سالم ومن ذات الطراز ولدت وتخلقت رائعات محمد صالح عزاني الثوريه وبقيت اغنيه لصيقه ورديفه باكتوبر التحرر والحريه

مبتهجة بيوم النصر وهو الذي نسج خيوطه مع كتيبة الحناجر الهادرة قبل أن يولد ومع الذكرى الواحدة والستين لثورة أكتوبر ما تزال تلك الوجدانيات والأغاني الثورية تمنح الثورة حيوية ونضارة وقدره على السناء والبهاء والديمومه والى هنا مشاهدي الكرام نختم معكم حلقتنا لهذا الاسبوع من اضواء سهيل نشكركم على طيب المتابعه في امان الله